من اكتر الحاجات اللي بنستخدمها يوميا في العيادات هي البوتوكس والفيلرز. البوتوكس هو بنستخدمه للتلت اللي فوق بتاع من فوق العين لغايه الشعر. ده وظيفته حاجه واحده بس، ان هو بيمنع ظهور تجاعيد اللي في منطقه الجبهه ومنطقه الضحك اللي جنب العين. ده عشان الناس بتلخبط دايما بين الفيلر والبوتوكس. الفيلرز هي المملئات. مملئات يعني ايه؟ بنستخدمها في الجزء او التلتين اللي تحت بتوع الوش. الفيلرز مكون من فيتامينز، الماده الرئيسيه هي الرونيك اسيد، فهو ليس مضر تماما ولا بيعمل تفاعلات مع الجسم. بنشترط ان طبعا المنتج يكون محترم، منتج مصنع في منطقه اوروبيه او في امريكا، لكن في بعض للاسف المنطقه العربيه الناس بتجيب حاجات منتجات صينيه، دي اللي بتكون ليها ضرر، ودي اللي بنشوفها كل يوم، نسمع ان في مشكله حصلت لواحده عملت فيلر. الفيلر يبقى رقم واحد ان المنتج لازم يكون مضمون. رقم اتنين، انا من حقي كواحده جايه اعمل في العياده فيلر او بوتوكس ان انا اكون مذاكره قبل ما اجي، ان انا اكون داخل على الانترنت. محدش يقدر يضحك على حد دلوقتي، نقدر ندخل نسال، نكلم العياده، نسال الدكتور بيستخدم نوع المنتج ايه، وندخل على الانترنت ونقرا هل ده واخد موافقه منظمه الغذاء والدواء ولا لا، عشان ابقى مطمنه. فده واجب على البنت او الست قبل ما تيجي العياده، ان هي لازم يبقى عليها جزء ان هي تثقف نفسها، لان مش من الطبيعي ان هي تروح عيادات، لان في مراكز تجميل وفي ناس للاسف ما عندهاش ضمير بتستخدم مواد قد تكون سامه للانسجه وللجلد، وبتعمل مضاعفات رهيبه توصل لمرحله الغرغرينه لو المنتج ده حاجه صيني او حاجه متعبيه تحت بير السلم زي ما بنقول. فلازم نطمن من جوده المنتج واعرف اقرا عنه وابقى عارفاه. طبعا كل ما المنتج او البرودكت اللي بيتحقن من المملئات اللي هي الفيلرز بيقعد فتره اقل، فهو ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه. ده في ناس بتزعل تقول لا انا مش عايز اعمل كل 6 شهور. لا حضرتك، كل 6 شهور ده حاجه مفيده مش حاجه مضره، لان احنا بنسمع كلمه الفيلر الدائم او المملئات الدائمه. المملئات الدائمه دي حاجه كارثه، لان ده معظم الاحيان بيستخدموا ماده السيليكون السائل وبيحطوها، والسيليكون ده ما الجسم ما بيقدرش يمتصه. دي في المجال بتاعنا بنخاف منه جدا، احنا بنسميها القنابل الموقوته. الناس اللي حاطه مملئات دائمه دي بالنسبه لنا قنابل موقوته، ولا بتقدر تتشال لان بتبقى لازقه في الانسجه، بلس ان هي ممكن في اي وقت الجسم يغضب من وجودها، وفي بعض الاحيان بتوصل للغرغرينه في الجلد للمنطقه المحطوط فيها فيلر دائم. فتاني بنعيد للناس، الفيلر المؤقت هو الفيلر الاحسن. رقم 2 جوده المنتج، نتاكد ايه هو المنتج اللي الدكتور بيستخدمه. رقم 3 اثقف نفسي وادخل على الانترنت واقرا عن نوع المنتج واعرف هل هو واخد موافقه منظمه الغذاء والدواء ولا لا.